الوضع كما شرح لنا من الجانب الحكومي داخل العراق ليس هناك تهديد عسكري أو تهديد أمني رغم استعدادنا لكل هذه التهديدات، إلا أن التهديد أو ما سأل عنه أغلب النواب هو كيفية مواجهة في حال لا سمح الله تفاقمت الأوضاع في العراق وانتشرت الفوضى، وبالتالي نتيجة ذلك كما يحدث في كل دول العالم يكون هناك نازحين من هذه الفوضى ومن هذه الاضطرابات، وكيف ستتعامل الكويت مع أي نزوح محتمل من الجانب العراقي. وتم شرح الاستعدادات الكويتية لهكذا احتمال بأنه تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كذلك تم الطلب من قبل النواب بأن يكون هناك ناطق رسمي يوضح ويشرح للشعب الكويتي كل التطورات أو أي تطورات مستقبلية، وهذا أكد الجانب الحكومي أيضا بأنه ستصدر بيانات بشكل مستمر في حال حدوث أي تطور.